أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار نقدمه لكم من قناة الجزائر أنوان، والبداية بالعناوين. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يشرف على افتتاح اليوم الإعلامي التحسيسي لمكافحة المخدرات. وزير الداخلية والتضامن يزوران عائلة الفقيدة هبة بوحولة. والي ولاية بسا يشرف على عرض دراسة مشروع إعادة تأهيل القرية السياحية. دار الثقافة لولاية عامة تنظم الصالون الوطني للفنون التشكيلية بالولاية. مستشفى سعيدة يستفيد من معدات طبية جديدة من شراكة صينية. جمعية كنوز ومعالم مستغانم تنظم يوما دراسيا حول أهمية النشاط السياحي بالمنطقة. الكشافة الإسلامية بتيزي وزو تكرم الحماية المدنية للولاية. أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب على افتتاح اليوم الإعلامي التحسيسي حول مكافحة المخدرات والوقاية منها. تفاصيل أكثر مع الزميلة أسماء حمزة. أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب على فعالية اليوم الإعلامي والتحسيسي المنظم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حول مكافحة الإدمان والوقاية منها، وذلك تحت شعار الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان. وأعلن رسميا عن الانطلاق الرسمي للحملة التحسيسية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها على مستوى كافة الوكالات والهياكل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئات والفاعلين في هذا المجال. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان لدى الشباب والمساهمة في الحفاظ على صحتهم واستقرارهم في بيئة عملهم ومحيطهم. وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في توعية وتحسيس الرأي العام حول آفة المخدرات ومخاطر المؤثرات العقلية وآثارها السلبية، وتسليط الضوء على التدابير المنتهجة من قبل الفروع المعنية على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي، وإبراز الدور التوعوي والوقائي والرقابي الذي تلعبه بالشراكة والتنسيق مع مختلف الفاعلين من هيئات وأطباء وصيادلة ومنظمات وجمعيات، للحد من الاستهلاك غير العقلاني للأدوية خاصة تلك المرتبطة بالأمراض العقلية، والتحسيس بالتدابير الواجب اتخاذها للمساهمة في التقليل من المخاطر الناتجة عن حوادث العمل جراء تعاطي المهلوسات والمؤثرات العقلية، وكذا فرض تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بهذه المسائل. كما تشكل هذه الحملة فرصة للحوار مع مختلف المتدخلين من مهني الصحة، لا سيما الأطباء والصيادلة، وكذا الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تعزيز روح المسؤولية والرفع من درجة التنسيق بين كل الأطراف حماية لأبنائنا وحماية لمجتمعنا. قام وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن السيدة كوثر كريكو بزيارة إلى عائلة الفقيدة هبة بوحولة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تفاصيل أكثر مع الزميل رامي الأحمر. على إثر التقلبات الجوية الأخيرة وبتكليف من رئيس الجمهورية، قام السيد وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والسيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتأدية واجب العزاء لعائلة الطفلة التي راحت ضحية هذه الكارثة الطبيعية، ومواصلة لمخرجات مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية. تواصلت الزيارة إلى قرية وادي المالح بولاية جالمة للوقوف على الخسائر التي خلفتها هذه الكارثة الأخيرة، مؤكدين على حرصهم بالتكفل العاجل بالمتضررين. يعني تأسفوا على الضحيتين محمد فؤاد بارتفازة وهبة، لأن الولاية احنا خلقنا بتعليم من السيد رئيس الجمهورية لتقديم تعازينا وتعازي السيد رئيس الجمهورية إلى العائلتين، يعني الصبر والصبر، ربي يعوضهم إن شاء الله. ولكن جينا باش نشوفوا هذا كذلك الحجم يعني الأضرار.
أشرف والي ولاية بسا على عرض دراسة مشروع إعادة تأهيل القرية السياحية بوكوس بمنطقة الحمامات. مزيد من التفاصيل مع الزميل طيب عبيدات. هذا لقاء أولي لدراسة منطقة التوسع السياحي بوكوس. نذكر بأن هذه الدراسة كانت قديمة، ولكن كان المشروع هذا تم تجميده، واليوم إن شاء الله في إطار التحذير لرفع التجميد عند المشروع هذا كان هذا اللقاء الأولي مع المديرية المعنية مديرية السياحة ومع متدخلين آخرين، على أساس أنه في القريب كذلك إن شاء الله راح يكون مع مكتب الدراسات اللي راح يعطينا لمحة مفصلة عن كل المشاريع المبرمجة لهذا الموقع هذا نتاع التوسع السياحي، واللي يمتد حول 22 هكتار وفيه عدة نشاطات، فيه إعادة تثمين نقول المكونات الموجودة بالمنطقة، سواء المكونات الطبيعية سواء المكونات مثل بعض البنايات، كاين مسجد، كاين عدة ربما تجهيزات متواجدة هناك، سيعاد تثمينها واستثمارها في هذا المشروع هذا. بعد إن شاء الله في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين بعد الدراسة مع مكتب الدراسات اللي معين لهذا الغرض، ستكون فيه خرجة ميدانية لمحاولة ربما وضع خطة التدخل اللي ننطلق من بالحفاظ على الطبيعة كما هي. يجب الحفاظ لأنه مناطق التوسع السياحي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تعتدي على الطبيعة، ولكن يجب أن تحضر كل دراساتها وكل مقترحاتها في التوسع السياحي حسب ما هو متوفر في المنطقة. في طبيعة المكان التي تتميز بمنابع حموية وكذلك طبيعة يعني سياحة طبيعية هناك، وكذا متاحات وفضاءات للعائلات يمكن أن تكون متنفس لهم في المستقبل. إنجاز المشروع بطبيعة الحال راح تغير كثيرا من الواقع الحالي لمنطقة يوكوس الطبيعية، منطقة يوكوس السياحية، التي نأمل بتجسيد المشروع أنها ستتغير وتصبح تستقطب السياح كما كانت سابقا. نظمت ولاية عامة فعالية اختتام الصالون الوطني للفنون التشكيلية بدار ثقافة أحمد شامي في طبعته التاسعة بمشاركة 16 ولاية و35 فنان تشكيلي. المزيد في تغطية الزميل ساسي بخدة. برنامج ثري وطبعة متميزة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية بالنعامة بمشاركة 16 ولاية و35 فنان تشكيلي بلوحات فنية وخرجات سياحية. إذن في إطار برنامج دار ثقافة أحمد شامي لولاية نعامة لسنة 2023 وفي إطار الطبعة التاسعة لصالون الوطني للفنون التشكيلية، نظمت دار ثقافة هذا الصالون بمشاركة 16 ولاية فنانين تشكيليين، حوالي 35 فنان تشكيلي على مدار 3 أيام. كان في برنامج ثري افتتاح هذا المعرض كان من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها السيد ولي الولاية، لوحات فنية في مختلف المدارس الانطباعية الحروفية الواقعية بورتري، هي أكيد طبعة متميزة. كذلك نظمت ورشات رسم على هواء الطلق بواحة تيوت. إن شاء الله هذا البرنامج يكون متميز إن شاء الله، والعقوبه الطبعة القادمة إن شاء الله. هم اليوم شاركت في الصالون الوطني في طبعته التاسعة، هذه أول ثاني مشاركة لي هنا على مستوى ولاية النعامة، كنت شاركت من قبل في الملتقى الوطني للشباب بولاية معسكر. التقينا نحن مجموعة من الفنانين من كل ولايات الوطن، تبادلنا تجارب، أخذنا نصائح من الفنانين اللي عندهم تجربة. طبعة التاسعة وهي بالنسبة لي أول مشاركة، سعيد جدا. طبعا الفنان التشكيلي من ولاية بويرة منور فتوح كانت لي سابقا عدة مشاركات في على المستوى الوطني. مرة تزور ولاية هذا هو الهدف، تكتشف أمور إن شاء الله. هذه الصالونات ما يبقاش بين الجدران، إذا كان جو وطني مليح يكونوا خارج الجدران، إيه، لأن باقي المجتمع تاعنا قليل ما يدخلش دار الثقافة، ما يعرف ما باكين ما يعرفوا شنو كامل. حلت بعثة طبية صينية بمستشفى الأمومة والطفولة بسعيدة
البعثة مكونة من 6 أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد وكذا الإنعاش والتخدير. وبالمناسبة استفاد المستشفى من معدات طبية متطورة مقدمة من طرف مؤسسة صينية خاصة تنشط بالجزائر. تغطية محمد بوعلام. Centième anniversaire d'envoyer la mission médicale chinoise en Algérie. Sa coopération médicale entre la Chine et l'Algérie se donne symbole d'amitié la Chine et l'Algérie. Aujourd'hui, on organise la consultation bénévole ici pour aider davantage de personnes à Saïda. قامت المؤسسة اليوم بتنظيم يوم تحسيسي بتاريخ 29/5/2023 وبتعطير من الفرقة الطبية الصينية بمشاركة زملائهم وأصدقائهم الأطباء الجزائريون لإفادة المواطنات السعيديات. ويضم هذا الفريق 4 أطباء أخصائيين في طب النساء والتوليد وطبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، وهذا تزامنا مع إحياء الذكرى 60 للفريق الطبي الصيني بالجزائر، والذي تعتبر هذه البعثة 27. وكانت ولاية سعيدة أول ولاية منحوظية بهذه التغطية عام 1963. كما يجدر الإشارة أنه خلال اليوم التحسيسي هذا توجد مؤسسة صينية قد تبرعت بأجهزة ومعدات طبية متطورة، وهذا لفائدة المستشفى ومن أجل تدعيم وتقديم خدمة نوعية للمواطنات للولاية. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير للسيد سعادة سفير الصين الشعبية لدعوتنا في الجزائر العاصمة لإحياء هذه الذكرى الستونية، والفريق الطبي الصيني المتواجد في الولاية وكذلك المؤسسة المتبرعة، اعترافا منا على المجهودات المبذولة التي تقوم بها إخواننا وأصدقائنا الصينيون، وهي إلا دلالة على العلاقة التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين عبر التاريخ. 非洲一带一路10周年，中钢作为中资企业协会的代表之一，非常那个要承担，勇于承担当地责任。对当地，包括我们在疫情期间也援助了很多的医疗设备，口罩、酒精、防护服等。此次援助的内容有心电图3个，然后一个输液泵，还有一个是，我也忘记了。 لهذه المستشفى 3 آليات لتخطيط القلب ومضختين لإدخال الدقيق للسائل في مجاري الدم وواحد جهاز لمراقبة معدل ضربات قلب الجنين. نظرا لفكرة رئيس الصيني ببناء مجتمع طبي بشكل مشترك. نظمت الجمعية الولائية للسياحة كنوز ومعالم بولاية مسغانم يوما دراسيا حول أهمية النشاط السياحي في دعم جهود التنمية البشرية. تغطية للزميل تواتي عباسة. تشجيعا للسياحة بمستغانم وتمكين السواح من معرفة أهم المواقع السياحية والمعالم الأثرية والدينية التي تزخر بها الولاية، أسست مجموعة من مهتمي بالقطاع السياحي جمعية لهذا الغرض تحت اسم كنوز ومعالم مستغانم. استهلت نشاطها بيوم دراسي حول أهمية النشاط السياحي في دعم جهود التنمية البشرية. هو تكثيف الإعلام لفتح الشهية لاستهلاك ارتئينا أننا نعمل على تأسيس جمعية وسميناها بكنوز ومعالم مستغانم حتى تكون بحول الله لبنة وتعطي الإضافة النوعية للنشاط عبر إقليم ولاية مستغانم. وهمنا الأكبر وغاياتنا ومقاصدنا بالدرجة الأولى هي نبض الغبار على المعالم وعلى المواقع والأماكن السياحية، وخصوصا منها التي يطالها الإهمال. ولكن أتى فكر هدام بطابع إسلامي، صارت كل قبة بدعة، كل زاوية مقام للشرك، وهي طمس هذه الهوية الراسخة بعروق تاريخنا. شواطئ خلابة الأستاذ مازال عضراء تحتاج إلى الاستثمار. جمعية سياحية للاتحاد تكلم على التراث والتاريخ بمدينة مستغانم.
يحيي هذا الحائط اللي هو الصور الذي سميت عليه بلدية الصور. ومن أهدافها أنها تعرف كل ما من يزور مستغانم. تعمل أساساً على إحياء القطاع السياحة والتعريف بالقدرات والإمكانات السياحية في مستغانم، كما أنها كذلك تقوم بالوقوف على أهم المواقع التاريخية الأثرية، نشر ثقافة سياحية وإبراز دور السياحة في مستغانم. وتبقى مثل هكذا أيام دراسية من شأنها التعريف بقدرات السياحية للولاية وإبراز التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في قطاع السياحة. قامت الكشافة الإسلامية لذرع بن خدة بولاية زيوزو بتكريم الحماية المدنية للبلدية. تقرير للزميلة سعاد طوبال. بسم الله الرحمن السيد بوتياب سليم قائد فوج الاتحاد درع بن خدة، وفي نفس الوقت مسؤول فرع الإغاثة على مستوى ولاية زيوزو. إذا اليوم رانا هنا درنا حملة تحسيسية حول حوادث المرور، خاصة الحماية المدنية. نعرفوهم احنا بلي كل العمل اللي كديروها جبارة أكثر من اللازم، والحمد لله شفناهم في كل الأوقات في كل الأماكن في كل الكوارث بصفة عامة. ماذا بنا اليوم احنا ثاني كنعطيو رسالة صغيرة كل الناس بصفة رسمية لازم نشوفوا بلي حوادث المرور هي لا يدينا المشكلة بزاف. احنا ماذا بنا نقولوا للناس باش نوعيوهم بلي خاصة في السرعة، الناس تحوس كيفاش تقص السرعة، الناس لا تعرف كيفاش تصوم. ونتمنى ان شاء الله انه يكونوا في حسن ظن هذا العمل اللي درنا اليوم ان شاء الله. ونشكر بصفة ثانية خاصة المحافظة الولائية اللي كانت معنا حاضرة، وواحد المد رسالة صغيرة برك نقولها للزوجة تاعي ان شاء الله كما تزوجنا في السراء والضراء كما اليوم تلقاني في السراء والضراء ان شاء الله. ونشكر كل سلوك الأمنية اللي كانوا معنا، نشكر بصفة ثانية خاصة جدا الصحافة اللي معنا اليوم. نتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن ظن، نتمنى ان شاء الله نتلاقوا في موضوع غدا ان شاء الله يا رب العالمين. بارك الله بهذا الخبر. مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام موجزنا الإخباري. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.